ويسانس برودكت، شو معناتها ويسانس برودكت؟ إذا كنت تحبوا تعرفوا شو معناتها ويسانس برودكت، مرحبا بكم معنا في تيوس. ويسانس هي سيري دي برودوي اي دي سوليسيون دهوة استعملت فيهم الدهوة الانتليجنس ارتيفيسيال اي اي، فيهم كاتر افونتاج اليوم نحكيوا عليهم. أول افونتاج اليوم عندنا هي الكويك بيك. الكويك بيك هي ريشيرش انتليجنس، بل كنا إذا صارت حاجة قدام الكاميرا بتاعنا يلزمنا نعملوا ريشيرش نخسروا فيها برشا وقت وجهد. توا بالكويك بيك جوست تعمل كدراج للشخص اللي حاجتك بيه وتلانسي ريشيرش بتاعك. دوزيام افونتاج عندنا اليوم هي الاس ام دي ولا سمارت موشن ديتكت، واللي نقصت لنا من لي فوس اليرت كيما شجره تحركت بالهواء، وهكا نشوفوا كان لي فيديو اللي فيهم دي زيما ولا دي فيكول. ثروزيام افونتاج عندنا اليوم اللي هي لوتو تراكينغ في لي سبيد دوم. دونك لوتو تراكينغ في سبيد دوم تخليك تبع الموفمون تاع اي شخص والا فيكول يدخل في الشام تاع الكاميرا تاعنا. اخر افونتاج عندنا اليوم هي الاي اي كودينغ. الاي اي كودينغ خلتنا نربحوا برشا في ستوكاج تاعنا. دونك بل بالH264 كنا نستعملوا في 10 ديسك، بعد بالH265 ولينا نستعملوا في 5 ديسك، توا بالاي اي كودينغ ولينا نستعملوا كان في 3 ديسك. هذه انفورماسيون مهمه برشا. شل عجبتكم فيديو بتاعنا اليوم؟ كان معكم امين من تونيزيان يونايتد سولوشن. ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب. اذا كان عندكم دي كيستيون خليونا كومنتير. مرسي والسلامه.